او ماتت فيه ايه مثلا قطه او حاجه، فدي ساعتها دي نجاسه، دي ايه ده شيء نجس. ولكن شرط الميته ان تكون من ذوات الدم، يعني الحشرات ما هيش ميتة عند أبو حنيفة، تمام، فما هيش نجسة، والسمك ما يعتبرش من زاوية الدم عند أبو حنيفة، كائنات البحر عموما ما تعتبرش من زاوية الايه الدم، زاوية الدم الحار بتاعنا، تمام. بس مش عايز استخدم حر عشان محدش يقول لي الحيتان او الدلافين يعني. فالمقصود بيه الحاجات اللي ليها دم الحيوانات، يعني باصطلاحنا كده العام الحيوانات، لكن الحشرات وحاجات البحر ما تعتبرش ايه ذات دم. فديت هي الميتة اللي هي ما اتذبحتش، فدي اللي بتعتبر نجسة، تمام. فدي الأعيان النجسة، يعني دي الحاجات اللي ممكن تنجس لي حاجة. شرط التنجيس حاجة وكونها نجسة حاجة تانية، يعني ايه؟ يعني ممكن اشيل جثة حيوان، هنا انا ما تنجستش بس انا شايل نجسة، فاهمين الفكرة؟ فانا هنا ما صليش وانا شايله، لكن لما اسيبه طالما ما فيش حاجة على ايدي، ما فيش مادة سالت منه او دم او حاجة سالت منه، يبقى انا ايه؟ يبقى انا طاهر، يبقى انا معليش حاجة، يبقى ساعتها انا سليم. يبقى في فرق ما بين حمل النجاسة وفي فرق ما بين التنجس. شرط التنجس وجود حاجة من الاجزاء ديت على جسمي، تمام، وجود حاجة من الاجزاء ديت على جسمي. القاعدة اللي الناس كلها بتلخبط فيها، مش معنى ان ايدي اتنجست ان انا بتوضى، معنى ان انا ايدي اتنجست ان انا بغسل ايدي، معنى ان انا لعبت كلب فالكلب لعبه جاء على ايدي، مش ان انا بتوضى، ان انا بروح اغسل ايه ايدي. وابو حنيفه ما عندوش موضوع السبع مرات بالتراب الكلام ده كله مش موجود، تمام. ليه مش بنتكلم دلوقتي في ليه، تمام، لكن هاي النجاسات كلها حكمها واحد عنده، تشيل عينها، تمام، حطها في الغساله هتنضف، مش ايدك طبعا. فدي يبقى هنا في فرق ما بين الاعيان النجسه وفي فرق ما بين التنجس. فالتنجس لازم ينتقل شيء على جسمي، عشان كده دائما لازم عنصر السيوله بيظهر، يعني دائما مفيش حاجه هتنتقل لجسمي الا لو في ماده سائله او لو في حاجه سائله عاده. فمثلا مساله زي مساله ان انا شايل بيبي، مثلا البيبي عامل في على نفسه، ما ينفعش. ليه؟ علشان انا شايل كده ساعتها ايه نجسه، لكن انا متنجس لا. طب انا بصلي وهو طالع على ظهري، ما عنديش مشكله ان انا مش شايف، هو اللي جه، تمام، طالما هو بيعرف يطلع وينزل لوحده، واضح الكلام. القاعده ان الحاجات دي كلها لو اصابت الماء بتنجسه، ولكن بتختلف القضيه كالاتي. عندنا هنا مسطره عشان نبقى فاهمين، البحر والكاس كوبايه، تمام. البحر لو رميت فيه 50 جثة هيفضل ايه طاهر، لو طلقت فيه 50 لتر دم هيفضل طاهر. اهل اسكندرية المصيفين في اسكندرية بيهروا البحر كله فضلات، تمام، وبيفضل البحر ايه طاهر، تمام. الكاس لو نزلت فيه نقطة بيتنجس، ما ينفعش ايه تشربه ولا تتوضى منه. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ما دي مية ودي مية، ايه الفرق؟ الكثرة، الحجم. فهي القضية نسبية جدا، يعني ايه؟ اول ما تجد بعض اجزاء النجاسة في المية، تمام، يبقى المية ديت نجسة. ان عدمت النجاسة في المية لكثرتها يبقى المية ديت مش هيش ايه نجسة. بتتحسب ازاي؟ بالسنس كده، تمام، يعني مش هتروح تحلل في معمل البرج. هي عندك خزان قد كده ضخم، وقعت في نقطة قد كده، نقطة دم قد كده، وخزان ضخم اللي هو الحاجات بتاعت المستشفيات أو العمارة، مش هيأثر. وقع في كيس دم، لا هيأثر، فاهم الفكرة؟ في تقديرات في المذهب بتسهل، بس أنا عايزك تفهم أكتر الروح القضية قبل ما تفهم الحسابات الرياضية بتاعتها أو الهندسية بتاعتها. يبقى القاعدة هي وجود ان هل المية بكثرة بحيث انها تعدم النجاسة، تعدمها ايما اي واحد حيقول لك ما في جزء من المليون في، تمام، العقلية الكيميائية ديت مش تبعنا، تمام، اللي هو تعدمها حكما، يعني اللي هي حاجة مسموح بيها في حدود يعني تقدر تشربها، تقدر يعني مش هيحصل لك، يعني فاهمين الفكرة، تعدمها حكما، وإلا فالأشياء مش هتعدم. يعني لو حللت البحر ممكن تلاقي فيه جزء من مليار من مليار نص مليار جزء من النجاسة، ده معدوم حكما كأنه كالإيه كالعدم.
يبقى الضابط هو دوت وجود هل انعدمت النجاسة بحيث ان لم يبقى شيء في الـ في الـ في المياه ديت ولا بقي ايه ولا بقي شيء. فبالتالي البحر وما في معناه البحيرات البسين مثلا لو حاجة يسيرة برضو وقعت فيه الكلام ده كله يبقى هو طاهر. هو بنقرب الناحية التانية للايه للكوباية او الشيء اليسير. قدروها على سبيل التقدير من مساحة الاتية 10 أذرع في 10 أذرع في عمق لا يظهر الارض بالغرف. يعني ايه الذراع حوالي 60 سنتي يعني حوالي 4.5 متر في 4.5 متر في عمق لو انت دبيت كوز او دبيت شفشق او حاجة الارض ما تبانش وانت بتطلع المية كده اللي هي حوالي 5 سنتي عمق او اكتر يعني. تمام. فلو عندك حوض ابعاده ديت 4.5 متر في 4.5 متر في عمق حوالي 5 سنتي مية او 10 سنتي مية ديت ما تعتبر يعني ايه لو وقع فيه اليسير عادة النقطة والنقطتين ما بيأثروش فيه. بس كل دي زي ما بنقول هتشتتك. العلة هي فعلا هل المية اللي عندك الحاجة اليسيرة الرذاذة اللي وقع فيها دوت مؤثر ولا مش مؤثر. بس فاهمين الفكرة. فيبقى ده الضابط في الايه في النجاسة. فسواء بقى النجاسة اللي وقعت ديت كانت حاجات سائلة زي الدم او الخمر او سواء كانت جثة او حاجة بنعتبرها هي نفسها بتنجس الايه بتنجس المية. تمام. بنعتبرها بتنجس المية لما بتقع في المية هي كمان. يبقى كده عرفنا امتى تصير المية ايه نجسة. لما بيقع فيها الاعيان دي. فلو صارت المية نجسة يبقى ما ينفعش النجس لا يطهر. دي هي نفسها محتاجة تدلق علشان نستخدمها بعد كده. بطهرها ازاي؟ ممكن ازود المية كتير يعني مثلا ازود عليها مثلا فممكن بحيث انها تنعدم زي ما مثلا ما حد بيعمل الشوربة وتطلع حد او مش عارف يقعد يزود عليها لغاية ما الملح بايه بينعدم بالكثرة. فما فيش اشكال انك انت تقعد تزود عليها لغاية ما تعدم الايه طبعا لو هي مية جارية يعني زي البحر او زي حنفية مفتوحة او الحاجات دي كلها عادة ما فيش نجاسة بتفضل والنجاسة بتتحرك. طيب لو جت الحاجات دي في الهدوم عشان ما خلصنا احكام النجاسات الحسية. لو جت في الهدوم زي ما قلنا تشيلها باي ايه باي طريقة. يعني غسلت البقعة نفسها غسلتها بأي مادة ما فيش إشكال لأن ساعتها أنا مش هتطهر بالهدوم. لكن إحنا بس عايزين نستخدم المية في الطهارة النوع التاني من الطهارة. ولكن الشرع عفى طبعا افتكروا أن الطهارة مش مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لحاجات زي الصلاة أو زي مثلا الطواف أو كده. ودرجة المطلوبية بتختلف يعني أنا لو طفت ومش طاهر الطواف عندنا صحيح بس بيجب عليك دم. هيأتي في الحج إن شاء الله. فالطهارة مش مقصودة في الثياب لذاتها لكن علشان أصلي بيها. طيب لأنهي قدر أقدر أصلي مع وجود النجاسة؟ قالوا ملابس الناس لا تخلو من يسير نجاسة في المعتاد. لا تخلو من يسير نجاسة في المعتاد. ما فيش حد ما بترتش عليه نقطة دم قطرة بول الحاجات دي كلها. فإيه القدر المعفو عنه؟ إجمالا كده بيقسموا النجاسة لنوعين. الأعيان النجسة دي بيقسموها لنوعين من النجاسة مغلظة ومخففة. مغلظة ومخففة. المغلظة هي الدم وبول ما لا يؤكل لحمه. الدم وبول ما لا يؤكل لحمه والغائط مطلقا. تمام. ولعاب الكلب والخنزير وعرق ما لا يؤكل. يعني كله ما عدا كله علشان نيسر عليكم كله ما عدا بس بول ما لا بول ما يؤكل لحمه هو ده بس اللي استثنوه من النجاسة الايه المغلظة. تمام. وفي حاجات تانية بس نادرة فمش مش هتكثر الحاجة إليها مش هنتكلم عليها. أنا بعض أنواع الأنبذة وكده فدي هتدخلنا في سكة تانية نبقى نعرفها في كتاب الأشربة.
يبقى بول ما لا يؤكل، بول ما يؤكل اللحم هو فقط اللي استثني من ايه، من النجاسه المخففه، تمام، من النجاسه المغلظه، وصار النجاسه ايه، مخففه. استثنوا ليه؟ عشان في حاجتين اجمال، في عموم بلوى، الناس بتركب الحمير، بتركب الحصينه، بتركب بتربي خرفان، الحاجات دي كلها، والحاجات دي عايشه معانا وعماله ما شاء الله ايه تبهدلنا يعني. فبالتالي عمت فيه البلوى، وقع فيه الاختلاف في الادله، فالامام حنيفه نزله ايه درجه وخليه نجاسه مخففه. النجاسه المخففه ديت بيعفو فيها، طبعا التخفيف والتغليظ ده ما بيظهرش اثره الا على الثوب او البدن، ما بيظهرش اثره في الميه، الميه كلها نجاسات مش فارقه، نزلت فيها قطره بول من بتاعت حصان زي قطره بول بتاعت خنزير، بتظهر التخفيف والتغليظ ده فين؟ في الثياب او البدن على جلدك يعني. فالمخففه حكمها بيظهر ان معفو عن مقدار ربع الثوب او ربع البدن. يعني ايه؟ لو رجلي اتغرقت بنجاسه فديت لا تبلغ مقدار الايه؟ الربع. لو مثلا ساقي كلها فديت لا تبلغ مقدار الربع، بقيت هدومي طالما طهره تقدر ايه؟ تصل. طبعا الاولى تغير، تخرج من الخلاف والكلام ده كله، لكن بتكلم دايما الفقه ما بيتكلمش على الحالات اللي فيها اريحيه، وبتكلم القواعد العامه علشان ممكن انت تبقى في الشارع ما فيش قدره تغير ملابسك، ممكن تبقى فقير ما عندكش هدوم، الحاجات دي كلها هو بيتكلم على الاحكام اللي تعم جميع الناس. فالمخففه معفو فيها عن مقدار ربع الايه؟ الثوب. المغلظه معفو عن مقدار الدرهم، الدرهم اللي هو ايه؟ اللي هو كف اليد او قعر كف اليد. يعني ايه؟ يعني ده، تمام، يعني ممكن قعر كف اليد هو الاستداره بس، يعني بتشيل الحته الصغيره اللي فوق دي. يعني زي ما قلنا دي كلها تقديرات تقريبيه، يعني مش بالسنتي ولا بالمسطره. يعني لو في بقع دم في هدومي لا تبلغ هذا المقدار، تمام، فصلي عادي، مش ما يجبش عليك انك انت تغير الايه؟ الملابس. القاعده اللطيفه في المذهب جدا هتبسط الناس لغايه ما نزعلهم في الصلاه، ان المغلظه ممكن تنتقل لانها تصير مخففه في حاله واحده، وهي حاله عموم البلوى، بل ممكن توصل لدرجه اكتر وهي انها لا تصير نجاسه اصلا في حقه، وهو الشخص المخالط للشيء لا يستطيع الانفكاك عنه، السباك، تمام، اللي مش السباك بتاع البيوت الشيك ده اللي بيجي لك بالبدله جرافات، لا، الشباك اللي بيسلك البلاعات او بينزح مثلا الحاجات دي كلها، هنا لان ديت صنعته واكل عيشه وهو مخالط ليها تماما، تمام، المخالطه بتصير هذه الامور عفو في ايه؟ في حق النجاسات، عين الحاجه اللي هو مبتلى بيها مش الحاجات التانيه، تمام، حتى لو تعور بعد كده لا دي نجاسه ونعملها بنفس القاعده، لان مفيش عموم بلوى في حق الايه؟ الدم بالنسبه له. ممكن مثلا طبيب النساء، تمام، من قبل على طب السباك، تمام، نفس الكلام في بعض الاحوال او بعض الايام ممكن يكون مبتلى فيها بهذا الايه؟ الامر. المرضع اذا كانت على طول ملابسها بتبهدل او يعني معتاد مثلا، وخصوصا لو في الفقراء او كده ما بيبقاش فيه الايه؟ الحاجات اللي بتعزل ديت كتير يعني اللي بتستخدم دلوقتي. فلو ابتلي انسان بحاجه بحيث ان هو عثر عليه الانفكاك منها بتنقلب عنده في حقه ايه؟ مخفف. ايه حد الابتلاء؟ المفروض ده تقديري بس اجمالا كده، اللي هو انك انت ما تعرفش تصلي صلاه الا والحاجات دي على هدومك، يعني ما هتتكلف انك انت لازم تغير كل عند كل ايه؟ صلاة. فدوت الجزار مثلا واقف طول اليوم عمال يذبح يذبح ويقطع، بغض النظر ان في بعض الدماء مش نجس اصلا، دماء الذبيحه مش نجسه، اللي هي اللي بتبقى في الذبيحه بعد الدم مش اللي نزلت من الذبيحه، يعني الدم، يعني الدم اللي في اللحمه نفسها ده مش نجس عندنا. لكن ده اجمالا روح القضيه. فلو انسان مبتلى بصنعه بيضطر فيها لمخالطة النجاسات، عين النجاسات اللي هو مبتلى بيها دي بتصير في حقه ايه؟ طاهرة او مخففة على حسب درجة الابتلاء. يبقى ده كده ما يتعلق بالنجاسة الحسية او المعينة. ننتقل الى
الطهارة الاعتبارية. ممكن حد الرحمن صور 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 يبقى قلنا اول سؤال عندنا ما هو الماء اللي انا هستخدمه في الطهارة. يبقى ده السؤال اللي هنتكلم عليه وبعد كده نكمل بعد الصلاة. يبقى الماء هنقسمه لانواع. هنقسمه في طرفين المسطرة الطاهر ونجس. فهمنا النجس هو ايه؟ صح؟ اللي سقطت فيه نجاسة سواء دابت فيه او سواء خلطته يعني. والطاهر هو ما عدا. الطاهر ده هنقسمه لثلاث اقسام. اربعة. أربع أقسام. طاهر سادة عادي كده وهو الديفولت بتاع المية اللي هو أنها الحالة الطبيعية فيها طاهر. تمام. بنسميه طاهر مطهر. يعني مطهر يعني تعرف تستخدمه عادي. وطاهر غير مطهر وده اللي بنسميه المستعمل. ومكروه ومشكوك فيه. أبو حنيفة دايما بيقسم. تمام. طاهر مطهر زي ما قلنا هو الماء في أصله العادي اللي هم بيحاولوا يحصروا ماء المطر وماء الأنهار وماء العيون وماء الأبار وماء البحار. مش فرق كثفت الماء بتاعت التكييف وتوضيت بيها ما عندناش إشكال. تمام. المهم تبقى ماء ما يبقاش فيها ايه نجاسة. نجاسة. الماء المستعمل هو الماء اللي استخدم في إزالة حدث أصغر أو حدث أكبر أو استخدم في عبادة زي انك انت توضيت وانت متوضي بتجدد وضوء على الوضوء. تمام. هنا ما فيش حدث أزيل ولكن تعبدت بهذا الايه بهذا الوضوء فدوت بنسميه ايه مستعمل. واضح. هنفصل فيها اكتر لما تعرف امتى بتزيل الحدث ازاي اصلا. الماء المستعمل دوت طالما ما فيهوش نجاسه طالما ما فيش على البدن نجاسه وانت بتغتسل مثلا او حاجه يبقى هو طاهر ولكنه لا يصح استخدامه في ايه في الطهاره دي. لكن ممكن اعرف اغسل بيه هدوم. تمام. بغض النظر هتقرف ولا مش هتقرف بس يعني ممكن اعرف اغسل بيه ارضيه لان هو مش نجس. فبالتالي لان غسل الهدوم والارضيات والحاجات دي من باب ازاله النجاسه العينيه الحسيه مش الشرعيه. فاهم الفكره. يبقى طالما هو مش نجس يبقى مش هيضايقني في حاجه. جه على هدومي مش هيضايقني في حاجه. ده الماء الايه المستعمل. المكروه والمشكوك فيه دولت يعني هنفهمهم كده سريعا لان احنا مش هنتعامل معاهم كتير. بس المربي قطط. تمام. لو عنده مثلا مخزن ميه ولا حاجه وجت القطه راحت دب بوزها في الايه في الميه وشربه منها دوت يستحب انك انت ما تتوضاش منه. تاني احنا ما لناش دعوه باللي بيقرف وما بيقرفش. تمام. في ناس بتاكل مكان القطه عادي يعني. تمام. فالمكروه هنا بنسميه سؤر الهره. يعني ايه السؤر؟ هو المتبقي في الاناء بعد الشرب. ليه؟ لانها دبت لسانها جوه الميه فبالتالي وصل شيء من لعابها الى الايه الميه. طيب اشمعنى القطه؟ القاعده فيها مش القطه بس
وإنما كل ما يسكن البيوت ويصعب الانفكاك منه. عشان كده لو فار دخل شرب من المية ديت برضو المية ديت ايه؟ طاهر بس مكروه. هنقول يعني مكروه كمان شوية. فالضابط فيها ان سواكن البيوت تمام. يعني سواكن البيوت المبدأ اللي فيه اللي هو شيء يصعب الاحتراز منه. طب الكلب، لا الكلب عندنا مش من سواكن البيوت. ليه؟ لان الكلب لا بينط سور ولا بيطلع على شباك، لان ممكن ما تكونش قطتك اللي انت مربيها، ممكن تكون قطة الشارع وانت ساكن في دور ارضي ولا حتى تاني، وتلاقيها دخلت لك وتحركت في البيت براحتها. بل بيوصل الامر عندنا ان القطط اللي بتعتاد البول على السجاجيد وعلى الحاجات دي بتعتبر بولها ده طاهر. تمام، شفتوا احنا متسامحين مع القطط ازاي؟ رب قطط. فالمكروه هو سكر سواكن البيوت. سواكن البيوت هو ده تعرفها، الحاجات اللي بتخش البيت غصب عني زي الفيران وزي القطط، سواء قطتي بقى ولا قطة الجيران مش قضيتي. فهو طاهر بس ما تتوضاش بيه الا عند عدم وجود غيره. فده معنى الكراهية. معنى الكراهية ان انا يكره ان انا اتوضى بيه لو في غيره بس كده. فلو توضأت بيه مع وجود غيره وضوئي صحيح وانا جسمي طاهر، بس انت ارتكبت شيء مكروه. ماشي. طيب لو المية قطعة وما فيش غير الجردل اللي هي شربت منه ده، لازم تتوضى منه او تدلوه عشان تعرف تتيمم. تمام، بس طالما المية دي موجودة يبقى لازم ساعتها تتوضى. ايه؟ تتوضى منه. المشكوك فيه ده حالة نادرة مش هتقابلنا، بس يعني اللي ساكن في الريف او غيره ممكن يحتك بيها، سؤر البغل والحمار. لما الحمار او البغل، البغل هو ابن حصان وحمار متولد منهم يعني، ده لو شرب من المية، المية عند ابو حنيفة مشكوك فيه. يعني ايه مشكوك فيه؟ يعني الا الله اعلم. دي من المسائل اللي انا مش عارف حكمها ايه، الادلة فيها تعارضت فتوقف. فبيقول فلا تنجس طاهر ولا تطهر نجس، يعني دي ما ينفعش اتوضى بيها. تمام، بس ودي حالة نادرة. بس زي ما قلنا الفقه بيتكلم اعم من احوالك المدنية اللي انت عايش بيها في ميت مصر او في التجمع او في غيره. بيتكلم في احوال قد تعرض ليك في الصحراء، في الجيش، في اي مكان انت فيه، بيتكلم على الاحكام دي. ده المشكوك فيه. يبقى دي اربع انواع من الايه؟ من المياه، او اربع عوارض، او ثلاث عوارض بقى في الحقيقة. النجس عارض خلاص فهمناه، وفي ثلاث عوارض بتعرض للمياه العادية ما بتخرجهاش عن انها طاهرة، ولكن في حالتين منهم بتمنع انها تكون ايه؟ مطهرة. المشكوك فيه والمستعمل. تمام، مش فارقة بقى حاجات الناس بتشك فيها وهي ما فيش وجه للشك فيها. المية ريحتها وحشة. تمام، مش ريحة مجاري يعني، وانما مثلا مركونة بقى لها فترة فبتلاقيها زي عفنت او ما، دي طاهرة. لونها متغير طاهرة. مية بحر طاهرة. إلا في حالة واحدة بقى بتعرض على الماء المطهر ده، وهي إنه ما يبقاش مية. يعني ما يبقاش مية زي الشاي. الشاي ده عبارة عن إيه؟ مية اتحطت على أعشاب. في الآخر لما نمسكه ده بنسميه مية؟ ما نسموهش مية. فكون إن هو خرج عن المائية تمام، يبقى ما ينفعش ايه؟ يتوضى بيه. طب امتى بقول ان هو خرج من المائيه؟ ليها ضابطين. جدد له اسما او اسم اخر تمام، او خرج عن طبع الماء. جدد له اسم اخر، الشوربه، الميه، النعناع، الكركديه، كل المشاريب اللي احنا بنقعد نشربها ديت ما بقاش اسمها خلاص ايه؟ ميه. او خرج عن طبع الماء. يعني ايه خرج عن طبع الماء؟ يعني حطيت فيه طين كتير، مواد كتير، بحيث ان هو بقى لزج. تمام، ما بقاش ايه؟ ما بقاش ميه. المعنيين دولت هم تقريبا الضابطين بتوع الايه؟ الميه. لكن هي برضو بتيجي كده بالايه؟ بالاحساس. دي اسمها مية ولا اسمهاش مية؟ فالكلور بيتحط على المية، هل بيخرجها عن طبع الماء؟ لسه مية بنشربها وبيجي لنا فشل كلوي، فهي زي ما هي مية. مثلا الملح، احيانا بيحط مية ورد مثلا في المية عشان يعطل، اسمها لسه ايه؟ مية، حتى وان ظهر فيها اثر الايه؟ الحاجات الطاهرة دي.
تمام. فالضابط ان هو خرج عن طبع الماء او جدد له اسما اخر، وهي بتيجي بالاحساس يعني. انت مش محتاج الضوابط الكتيره دي، بس علشان لما الناس تقعد، المهندسين بالذات يعني اكتر الناس بيقعدوا يفكروا ايه في الاحتمالات العقليه. فدولت نوعين الميه اللي بستخدمهم بعد كده في ازاله الحدث الاصغر والحدث الايه الاكبر. هنفهم ايه الحدث الاصغر وايه الاكبر بعد الصلاه. لكن قبل الصلاه، قبل صلاه المغرب، هنحط العناصر بتاعتنا، وهي ايه هي كيفيه بقى الازاله. فده هيتعلق بيها كيفيه الوضوء وكيفيه الايه الاغتسال. والحاجه الثانيه ايه هي بقى نواقض اصلا الايه الوضوء ونواقض الاغتسال. دولت العنصرين. وكده تقريبا هنكون خلصنا احكام الطهاره المتعلقه بالمياه. هيتبقى بقى احكام متعلقه بال في نواقض الاغتسال، هنقسمها للجنابه والحيض والايه والنفاس. غالبا هنأخر الحيض والنفاس للمره الجايه علشان طويل شويه، بس يعني كده هنكون خلصنا تقريبا 90% من احكام الطهاره في المسح. تمام، شفت باختصار. نصلي المغرب.